الأهلي البطل، جملة اعتدنا عليها في كل المنافسات الرياضية لمختلف الألعاب. هكذا يؤسس النشأ في القلعة الحمراء. الأهلي البطل لا يعرف الهزيمة ولا يستهدف مراكز سوى الصدارة، ولذلك نجد أبطال المارد الأحمر في كل مكان وزمان. للمنافسات الرياضية متعة في قوتها والظفر بألقابها، وما أجمل أن يكون النجاح متمثلاً في شقيقتين هما رانيا وريم عبد الرازق، ثنائي ألعاب القوى بالأهلي في الوثب الطويل والثلاثي. حصد الثنائي العديد من الميداليات مع القلعة الحمراء في مختلف المنافسات، ولديهما العزيمة والإصرار على مواصلة تخطي التحديات والظفر بالألقاب. رانيا وريم عبد الرازق بطلتا الأهلي في ألعاب القوى، تأملان في تحقيق طموحاتهما بالتتويج بالمزيد من البطولات المحلية والقارية والعالمية. اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا زي ما نوهنا لحضراتكم في بدايه حلقه النهارده، وزي ما اكيد حضراتكم برضو تابعتم معانا من خلال هذا التقرير، احنا معانا في الفقره دي اختين بطلتين في العاب القوى بالنادي الاهلي، هم رانيا وريم عبد الرازق. صباح الفل عليكم. ازيك يا رانيا، عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. منورين الدنيا. نور حضرتك. شكرا. وزحمين الدنيا بميدالياتكم، بسم الله ما شاء الله، يعني كميه ميداليات حاجه جميله جدا جدا. بطلات بطلات يعني. جميل. طب خلونا في البدايه اولا نعرف عنكم انتوا على الصعيد الشخصي قبل ما ندخل بقى في الرياضه والعاب القوى والوثب الطويل والثلاثي والى اخره، يعني بتدرسوا ايه حاليا؟ لا انا اتخرجت السنه اللي فاتت من كليه تربيه انجلش بتقدير الحمد لله. بتقدير امتياز الحمد لله. احنا نعرف ان في امتياز، في جيد جدا، في مقبول، لكن بتقدير الحمد لله دي جديده علينا. امتياز الحمد لله وبتاكد يعني ما شاء الله عليكي. ما شاء الله، ربنا يخليك. شكرا. انت تقدير الحمد لله برضو ولا ايه الاخبار؟ انا ثانيه ثانوي. اوكي. وعاملين ايه بقى في الدراسه؟ يعني انت خلاص عديتي بقى المرحله دي. الدراسه هل مأثره بالسلب على الرياضه، او هل الرياضه مأثره بالسلب على يعني العكس صحيح، ولا عارفه تهندلي امورك؟ لا هو اكيد ما فيش تاني تاثير سالب غير بس هو الوقت، يعني الموضوع صعب ان انت تعرف تظبط ما بين الاثنين. بس في نفس الوقت عامه كرياضه ممكن الواحد مثلا يتخنق من المذاكره او المذاكره كتير، او يحتاج ان هو يعني يغير جو او كده، فالرياضه دايما بتبقى موجوده كنشاط، كنوع من انواع التغيير، كنوع من انواع ان الواحد يبقى دايما حاسس ان في حاجه تانية يروح لها غير المذاكره او كده. فلا الموضوع طبعا بيساعد الاثنين مع بعض. حلو. انت بتلعبي وثب طويل ووثب ثلاثي، في حين ان رانيا مركزه اكتر في الوثب الطويل. انا بدات الاول كنت بلعب وثب طويل ووثب ثلاثي مع بعض، بس لقيت ان انا عايز اركز في الوثب الطويل اكتر فاتجهت لكده. طب اولا الاختيار اشمعنى؟ يعني برضو العاب القوى عاده ما بتكونش من الالعاب الدارجه للبنوتات، وخصوصا في مراحل مبكره من العمر. اشمعنى اخترت الرياضه دي؟ هي والله هي جت صدفه، يعني هو بدانا من الاول خالص، انا اخويا كان في المدرسه بيعمل تجارب للعبه وكده، فجاء كابتن محمد غريب هو اللي جابنا يعني النادي وقال له لا احنا عايزينك بقى معانا وفي النادي الاهلي وكده، فهو راح بعدين انا رحت بعدين هي جت. بالظبط. من ساعتها بقى انا دلوقتي بقى لي 11 سنه بلعب في النادي. اوكي. وانت بقى طبعا عندك خلاص اخوكي واختك بطبيعه الحال فحببوكي في اللعبه، ما فكرتيش للحظه ان انت تختلفي عنهم وتلعبي رياضه ثانيه، ولا لقيتي نفسك برضو في العاب القوى؟ بالظبط. يعني هو احنا يعني مجرد ما بدانا نلعبها، هم طبعا يعني بيعملوا زي يعني هو العاب القوى اساسا يعني كذا كذا يعني كذا لعبه جوه بعض. بس فاحنا مجرد ما دخلنا هما بقى بيحاولوا يشوفوا كل واحد هيبقى احسن يعني في انهي لعبه او ايه اكتر حاجه مناسبه ليك. ولقوا الحمد لله احنا مجرد ما دخلنا لقينا ان الدنيا الحمد لله كويسه، وان الكباتن يعني داعمين، وان الموهبه موجوده. فلا يعني الواحد لقى نفسه ماشي فيها وحبيبها ومبسوط ان هو بيلعبها. يعني ايه المواصفات اللي لازم تكون موجوده يعني في الفتاه بشكل عام عشان مش بس تقدر تمارس الرياضه دي، عشان كمان تتالق فيها وتنجح وتحصد هذا الكم من الميداليات؟ هل في تركيبه معينه لازم تكون متحققه سواء في الشخصيه او في المواصفات الجسمانيه؟ هو طبعا يعني لازم نتيك كير اوف اور ويت، يعني طبعا على حسب كل لعبه. طبعا يعني هتلاقي البنت في الوثب الطويل غير في الوثب العالي، غير في الجله، غير في الرمح، غير السبرنترز. بس كشخصيه محتاجه اللي هو ايه، يعني مش اي حد بيعرف يوفق بين الاثنين، سواء الشغل او التمرين او الدراسه والتمرين.
لازم يبقى في شويه تضحيات في حاجات، يعني السوشيال لايف نعرف نوازن طبعا بين كل حاجه مع بعض. ففي ناس بتتجه اللي هو لا انا هاخد الرياضه دي، انا ايه هاخدها فور فن ومش هكمل. لكن لا، لو حد عايز فعلا، حد عايز يكمل وانا لا، ده في تارجت او في جولز معينه انا محتاجه ان انا اوصل لها، فمحتاجه طبعا شويه عزيمه واسره من كل حد. طب انتوا شخصيا ايه التارجتس بتاعتكم في الرياضه دي او في اللعبه دي؟ نفسك توصلي لفين؟ شايفه نفسك فين فيها؟ لا طبعا، يعني هو هدف اي حد بيلعب رياضه طبعا نفسه يلعب اولمبياد طبعا. ده ما حصلش معاك لغايه دلوقتي؟ لا لسه ان شاء الله، يعني لسه بنحاول عليها ان شاء الله. هي بناخدها يعني وان ستيب ات تايم، هي مش لعبه مش بنوصل في يوم وليله، يعني بتاخد كده. بقالي 11 سنه بلعب، بقالي مثلا 8 سنين 9 سنين بتلعب كتير. فهي محتاجه شويه وقت، محتاجه شويه معافره، محتاجه مجهود ومحتاجه صبر جدا. طب انت بعد ما خلصتي خلاص مرحله الدراسه، هل ناويه تستمري في الدراسه دراسات عليا، ولا هتركزي في الرياضه، ولا مخططه ايه لنفسك الفتره الجايه؟ انا دلوقتي بشتغل الحمد لله انجلش انستراكتور، وقدرت اثبت نفسي فتره قصيره يعني. كان في صعوبات طبعا في الاول، لان كنت لسه متخرجه ومحتاجه كارير جنب الرياضه، لان طبعا يعني لازم نوازن بين الاثنين. فكان في صعوبات في الاول، اللي هو ان انا شغل من 2 للساعه 10 بالليل، فكنت بنزل الساعه 6 الصبح لوحدي. كابتن طبعا كانوا اللي هو معايا ومتابعيني، وكان في دعم كبير جدا الصراحه، دي من الحاجات الاساسيه جدا، دعم المدربين. قالوا لي كملي. انا كنت متوتره طبعا الاول جدا، هو لا اليوم اتشقلب كله، كل حاجه اتغيرت. بس الحمد لله كله ظبط. لا ومواعيد الشغل كمان تضرب لك اي معسكر او اي ميعاد تمرين في مكتب. بالظبط، ما كنت 6 الصبح بقى. عندك حق. بس الحمد لله الدنيا ظبطت، واحده واحده بقت اليوم يرجع تاني بشكله الطبيعي. بيبقى في بالانس كتير قوي بين ان انا الشغل والتمرين، وان انا محتاجه في جولز هنا وفي جولز هنا. فعشان كده محتاجه اللي هو لا، يبقى حد مركز فعلا، حد عارف هو عايز يعمل ايه، حد مش اللي هو مش انا مش بمشي كده وخلاص، مش بمشي يوم مع التاني، لا انا في جولز معينه. بالظبط، في جولز معينه محتاجه اوصل لها، في حاجات انا عايزه اعملها. فلا يعني كل الواحد اللي هو بيعمله ان هو بيسعى، فعلى قد ما بنقدر كلنا بنعمل كل اللي علينا طبعا. شفتي بقى ريم، عشان اختك انجلش انستراكتور عماله تطرطش انجلش في القعده، شفتي اللقاء بقى دولي دلوقتي. شكرا. وانت بقى مظبطه لنفسك ايه؟ حاطه لنفسك هدف معين، تارجت معين؟ طالما بنتكلم على التارجت. لا انا الحمد لله يعني من ناحيه التارجت، ف يعني في ارقام، في يعني ثانيه واحده، يعني من ناحيه تارجت فهو في طبعا بطوله عالم يعني تحت 20 غير بطولات العرب والافريقيا. فدلوقتي مشغلين ان احنا بنحاول نعمل الارقام التاهيليه ليها، وكمان يعني مش رقم التاهيلي، بنحاول نحسن المستوى على قد ما نقدر عشان نروح وننافس، يعني مش نتاهل بس. على ذكر المستوى يا ريم، احنا واصلين لفين مع الدول اللي بتنافس في العاب القوه على صعيد الفتيات او السيدات؟ احنا يعني لما بندخل اي بطوله دوليه وضعنا فيها بيكون عامل ازاي؟ لا هو الحمد لله يعني احنا عندنا هنا يعني ممكن العاب القوى ملهاش يعني مش معروفه قوي، او ان اللعبه عامه مش يعني مش شعبيه كره القدم طبعا. بس لا احنا الحمد لله عندنا يعني ناس كثيره جدا وناس ممتازه. عندنا اسراء سمير، هي اصلا هي نجمه مصر في الوزن الطويل او الثلاثي، فعامله 6 8 40 الماتش اللي فات، ويعني وجايبه نفسها من اول 10 على العالم اصلا ما شاء الله. فلا يعني انا برضو شغاله ان انا دخلت، يعني الحمد لله انا دخلت التصنيف العالمي، بس لسه تصنيفي مش يعني مش عالي قوي. وده اللي احنا بقى يعني شغالين عليه الفتره الجايه وكده. بتبقى في يعني بتشتغلوا على كمان ريت معين بتوصلوا له عشان اسمكم يدرج في قائمه، صح كده؟ يعني غير البطولات، انا قصدي اقول لك ان في رانكس معينه لازم تحققوها بعيدا عن المنافسه اللي في صوره مسابقه. ايوه طبعا، كل لاعب يبقى ليه رانك على مستوى العالم، والرانكس دي هي اللي بتاهل انا رقمي ايه، او انا هروح العب فين. بس بتيجي بقى بالماتشات الكتير، لان احنا كل ماتش بنلعبه ارقامنا بتتحسن. يعني طبعا اول ماتش مش بيبقى زي اخر ماتش، الارقام بتتحسن مع الاكسبيرينس. بيبقى في رانكس لكل لاعب فعلا، لكل واحد انت فين، انت تعرف انت في العالم كله انت فين. طبعا الفتره الاخيره اكيد يمكن اخر سنه ونص بطبيعه الحال اتاثرتوا بموضوع طبعاً كورونا طبعا، مش كده؟ لكن غير كده يعني قبل مرحله الكورونا كان بيبقى في مثلا معسكرات دوليه، انا بتكلم على فكره الاحتكاك
بالخارج او المشاركه في بطولات حتى لو كانت وديه بس مع ناس من دول تانية مدارس رياضيه مختلفه. ده كان حاصل قبل الكورونا؟ الحمد لله قبل الكورونا طبعا لعبت بطوله العرب اتلعبت في مصر هنا. اوكي. وكان في بطوله افريقيا للجامعات. يعني انا طول السنين الاربع سنين بتوع الجامعه الحمد لله كنت دايما بعمل ذهب او فضه. هايل ما شاء الله. بطوله العرب طبعا كان برده احتكاك، كانت اول مشاركه دوليه ليا وكانت الحمد لله عملت مركز رابع، فكانت جميله جدا. والواحد فعلا لما بيشوف الاحتكاك مع الناس اللي حواليه وكده لا بيعرف هو فين حتى او عايز اشتغل على ايه، عايز اركز فين، فالملتقيات دي بتبقى حلوه. حتى دلوقتي في دلوقتي كذا ملتقى بيتعمل، مش مجرد ان هو ان احنا نكمبيت، لا احنا الملتقيات بتعمل اكتر، كل ما اشتغلنا اكتر كل ما بنحسن من رقمنا. اوكي. فده برضو حاجه لذيذه جدا. لعبتوا ضد بعض قبل كده في اي مسابقه ولا ما صفتش؟ من يومين ضد بعض. فعلا مره ولا اكتر؟ هي كانت اول مره. لا هي اول مره كانت ليا البطوله اللي من يومين دي. اوكي. ده لسه مؤخرا يعني. ده في الوثب الطويل طبعا، ده في اللقاء القسم المشترك. مين فيكم اللي فاز على الثانيه؟ ريم الله اكبر. والله ما شاء الله. بس هي راجعه من اصابه وكده، فهي كتر خيرها في اللي هي عملته بصراحه. اوكي. عملت معاكي اي بونت بعد ما فزتي عليها ولا مش حاجه؟ بالعكس يعني، ده انا اللي كنت نوعا ما قلقانه، لان انا يعتبر يعني انا الاخت الاصغر، فان انا فالموضوع فيه برضو ناحيه التوتر ان انا ابقى بنزل بلعب مع اختي الكبيره اللي هو اكتر حد انا بحترمه في الدنيا، فان انا انزل العب ضدها وان انا اشوفها يعني كمنافس وكده، فالموضوع كان صعب بالنسبه لي. بالعكس هي اللي كانت واقفه جنبي، هي اللي قاعده تقول لي، كنت كل ما نط ارقام اعلى كانت تيجي وتشجعني وبتبقى مبسوطه بيا جدا. فلا يعني التوتر كان من ناحيتي، بس هي اللي كانت مشجعاني اكتر. اصيله رانيا، اصيله اختها الكبيره. اختها الكبيره. اصعب ماتش انت بتقوله كلمه ماتش، كلمه ماتش بتتقال على النوع ده من الرياضات كمان؟ هو ماتش. وفي المود وكل واحد مركز جدا. أوكي. ولو ما حدش يكلمني وكل واحد ليه. اصعب ماتش عدى عليك انت شخصيا كان امتى وكان مع مين ومين المنافسين فيه؟ اصعب ماتش عدى عليا كانت كانت بطوله العرب. أوكي. كانت بطوله العرب، لان كان في انا حصل لي اصابه، كانت مره يعني جالي قطع في الغضروف، فقعدت 3 شهور يعني انا بتعالج. انا عنيده جدا، اللي هو لا انا مش عارفه اشتغل تحت، خلاص نشتغل فوق يعني. مش هقعد اريح، لا اللي هو لا طب نظبط ايه هنا. عشان كده ربنا بيكرم يعني. طبعا. فانا كنت اللي هو لا انا خلصت وعايزه العب، وفي نفس الوقت عايزه انط رقم. بس كانت الحمد لله يعني كان ربنا يعني شايل التوفيق طبعا في حاجات تانية، بس ده كان اصعب ماتش، لان هو حد عارف ان انا لا انا عندي كمان، بس يعني التوفيق ربنا كانت في حاجات تانية يعني. ونعم بالله. وانت بالنسبه لك اصعب ماتش كان ايه؟ كان انهي ماتش؟ كان ممكن هو الماتش اللي فات بتاع الدرجه الاولى. هي الدرجه الاولى هي اكبر مرحله عامه في العاب القوه. ان انا ابقى بنزل بلعب يعني ابقى انا بنزل بلعب في نفس الماتش مثلا مع اسراء سمير اللي هي صاحبه رقم يعني مصر اساسا، ان انا ابقى بنزل بلعب مع اختي. يعني احنا كنا نازلين اعداد كتيره جدا، الارقام كلها قريبه حرفيا يعني احنا بنفرق مع بعض في السنتي. بالظبط. فلا يعني الماتش فيها بصراحه كان من اقوى الماتشات اللي انا لعبتها يعني. جزئيه يعني الوزن الثلاثي بصفه خاصه، حتى كنت بدردش معاكم قبل الهوا في التفصيله دي، الاخر المرحله الاخيره بقى اللي هي قبل الارتقاء اللي هو الثلاث خطوات دول بشوفها صعبه جدا، ولا هي بس تبدو كده للي مش بيمارس الرياضه؟ لا هي عامة للي بيمارس او اللي مش بيمارس فهي صعبة، لان هي محتاجة تركيز في كل جزء فيها. كل حاجة انت بتعملها بتفرق، ايدك بتتحرك ازاي، رجلك ازاي، حاطط رجلك على الارض، كل ده طبعا. الوقوع بتهيألي في الاخر انت بتتحسب المسافة من اول نقطة من مكان القبض، مش كده برضه؟ بالظبط. يعني اقرا لو وقعتي مثلا على ايديك يعني لو الرجلين قدام بس الايد ورا بتتحسب المسافة لغاية من الايد. بالظبط. اوكي. طيب فكرة ان يعني الاحتراف هل هي موجوده في الرياضه دي ولا مفيش كده؟ يعني فكره ان انت ممكن تبقي محترفه، لاعبه محترفه وتلعبي مثلا باسم فرق اجنبيه، في كده ولا مش زي كره القدم؟ ولا بتبقى ليها علاقه بالتجنيس يعني حسب هي الجنسية. غالبا هي غالبا بس طبعا يعني حتى لو في اوبشن كده فهو هنا يعني. أوكي. بطبيعه الحال بس لا يعني بعيدا عن التجنيس، انا كان قصدي فكره الاحتراف عموما بتبقى موجود. وعندنا محترفات مصريات بيلعبوا في الخارج ولا مفيش؟ للاسف ما عنديش اي فكره، بس ما اعتقدش يعني ان حتى لو في كنتوا هتعرفوا اكيد. لا لان اغلب اللي نعرفهم حتى الناس اللي بتبقى موجوده هنا بيبقوا كلهم صحابنا يعني، فاحنا عارفينهم. اوكي. طب انا عايز اسالك انت يا رانيا، لان انت يمكن يعني اقرب كمرحله عمريه للسؤال ده. أوكي. نفترض بكره بعد الظهر خبط على بابكم عريس. حلو الكلام؟ وانا رايد بنتكم والدنيا تمام.
بس شرط الوحيد ان انت مش هتلعبي رياضه، ما عنديش حاجه اسمها تلعبي رياضه وتروحي وتسافري واصل في معسكر اصل مسافره اسبوعين بطوله الكذا، يعني هل ده ممكن يبقى مشكله بالنسبه لك؟ هو مش مشكله، بس هو طبعا في حاجات يعني كلنا عارفين في حاجات ات سام بوينت احنا هنبطلها، يعني انا مش هفضل طول عمري هلعب رياضه، بس طول ما انا مش يعني هو احنا لينا سن معين خلاص بعد كده يعني تبدا بقى الناس الاصغر تطلع، يعني مثلا بعد ال 30 او فخلاص بقى تبدا اوكي هو سن الازدهار في اللعبه دي من اول مثلا ال 24 لحد 28 اوكي. ف بس لا الصراحه يعني ما اعتقدش ان حاجه زي ان انا كده لاحظوا عليها قلبت الكلام في دماغي في جولز، يعني انا يعني انا مش بلعب ان انا بتسلى، انا بلعب انا عندي هدف عايز اعمله وعندي تارجت عايز اعمله، فاتليست ان انا لما حد يعمل كده يحترم ان انا عندي ده، زي ما انا احترم ان اي حد طبعا عنده اي حاجه لان دي حريته الشخصيه، هو اللي متحكم في حياته في الاول وفي الاخر. انا مش هاجي مثلا بعد 11 سنه بلعب عشان اعمل حاجه وعشان احط لنفسي رقم، طبعا على عيني وعلى راسي يعني اكيد يعني هتقبل، بس يبقى في مجال للنقاش اللي هو لا هي مش في يوم وليله هتقول لي بطل. انا حاجه احنا كل يوم تقريبا احنا كل يوم في التراك، يعني احنا يعني 6 ايام في الاسبوع 4 ساعات في اليوم او 5 ساعات احنا هناك، فحياتنا حرفيا في التراك اوكي، فحاجه كبيره قوي وجزء كبير جدا من حياتنا حتى احنا الاثنين. والله لو العريس جه طلع من ارباب التراك يبقى العمليه في بيتها وبيقدر الرياضه ومش هيبقى عنده مشكله في النوع ده من الامور. برضو كنا بنتكلم من شويه على فكره ان بعيدا عن المنافسات بشكلها التقليدي بطولات مختلفه بيبقى في دايما رانكينجز وفي ارقام بتحدد الترتيب على مستوى العالم. طب انا عايز اسالكم على فكره ايه الرقم اللي لازم تكسريه عشان تبقي مؤهله للمشاركه في الدورات الاولمبيه المقبله؟ هو مش رقم لازم اكسره، هو على حسب الرانكس، يعني ممكن تلاقي حد الثاني او الثالث بينهم سنتي او هما نفس المسافه بس فرق بقى محاولات، مش هو رانك معين، كل موسم بيفرق عن الثاني. بس طبعا بطولات زي الاولمبيات اي بطوله عالم بطوله عربي بيبقى ليها رقم تاهيلي. اوكي برضه الموضوع يعني الى حد ما معقد برضه، مش فكره ان انت بتنزلي تلعبي ماتش وخلاص، لا ده انت لازم كمان تبقي محافظه على رانك معين على تصنيف بالزبط. ترتيب معين على مستوى العالم. هل في لاعبات سواء مصريات، احنا قلنا اسم لعيبه مصريه وقلت ان هي اللي مهيمنه على العاب القوه في مصر، على الصعيد العالمي مين اشهر اللاعبات في الرياضه دي بتبقوا دايما حريصين على ان انتوا تتابعوهم وتشوفوا فيديوهات ليهم وعاجبكم الستايل بتاعهم؟ لا اكتر الناس المشهوره، يعني انا شخصيا في لاعبه اسمها ايفانا سبانوفيتش، هي ما شاء الله روسيه ولا اوكرانيه من سيبيريا تقريبا أوكي. امريكا طبعا فيها ناس جميله جدا، تتفرج على الفيديوز تحاول إيه تفهم ايه الفكره في ان امريكا دايما من قديم الازل على صعيد السيدات والرجال وفي كل انواع العاب القوى المختلفه في شبه سيطره، يعني دايما ما عدا طبعا يعني ايه شويه استثناءات حصلت من جنوب افريقيا يعني في ساعات، بس العادي ان هم مسيطرين بالذات على الرياضات اللي فيها السرعه، يعني اي قصد حضرتك زي ال 100 ال 200 الحاجات دي مثلا، يعني دايما امريكا مميزه قوي في الحكايه دي، اشمعنى؟ هل دي علاقه بالجينات عندهم التكوين العضلي؟ والله بكلمك جد في اهتمام، وبعدين هم لما بياخدوا اللعيبه من هناك هو الاهتمام من الاول فاخر ان هي دي بتاعتك، هي انت ما وراكش حاجه غير هنا. اهتمام بقى انت معسكرك، اكلك معاك، الكوتش بتاعك معاك، مش كوتش واحد في فريق عمل كامل طبعا. كله مكرس لخدمه لاعب واحد. أوكي. فاحنا ما عندناش بقى ده، احنا مش ما عندناش ده، احنا مثلا تلاقي عندنا مدربين، يعني احنا المدربين بتاعنا دلوقتي كابتن هيثم وكابتن نشوى، هم قايمين بكل الادوار دي، في الاكل تظبط ازاي، تتمرني ازاي، نفسيا انا معاك، لو دكتور طب تعالي نروح مش عارفه للدكتور. يعني انا ساعه الاصابه اللي جات لي دي انا يومها بالليل كانوا هما الاثنين بصراحه ما عند دكتور، فهم في لود حتى على الكوتشز ان هما بيقوموا بكل الادوار. غير بره طبعا لما تلاقي متوفر لك كل الامكانيات، المكان، معسكرات في اي وقت، اللقاءات في اي وقت، عايز تلعب ملتقى في اي وقت تعالى اتفضل، فكل ده طبعا متوفر وكل ده طبعا بيفرق مع كل الناس اكيد. هل عندنا هنا برضه، يعني خلينا نقف عند مصر، هل في نواقص معينه لو اكتملت الصوره العامه هتختلف 180 درجه؟ عدد الابطال والبطلات المصريين والمصريات هيختلف لو راعينا امور معينه؟ هي بدات الدنيا مثلا من بعد الكورونا او من ساعه الكورونا بدات الدنيا تبان، لان من الكورونا بان مين عايز يكمل ومين مش عايز يكمل. يعني ساعة الكورونا احنا كنا بننزل نجري، بنشد بعض، تعالي نتمرن مش عارفه ايه، لا يا رانيا، طب احنا كل الناس ساعة الكورونا كانت اللي هو
ما خلاص احنا مش عارفين فين اخرنا طبعا. مش عارفين طبعا. نطلع فين فكنا بنشد بعض دايما. وبانت بقى من وقتها ان لا ده في رياضه, في ناس فعلا مهتمه ان هي عايزه توصل لحته. لما بدات ناس من العاب القوى بالذات ان هم يطلعوا, بدا يبقى في سبوت لايت على اللعبه كلها. اللي هو لا احنا في عندنا ناس هنا فاحنا عايزين نركز في النقطه دي. ومن هنا بدات حتى الملتقيات الكتير تطلع. احنا الملتقيات دي احنا اول سنه نعمل ملتقيات تقريبا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع في ملتقى. ده بيساعد ان كل واحد يحسن رقمه, بيساعد ان الرانكينج عنده يعلى, يتاهل لبطولات اكتر. احنا في خلال الماتش اللي فات في تقريبا حوالي 4 أو 5 لعيبه متاهلين لبطوله العالم, واللي متاهل عربي, اللي متاهل افريقيا من كتر الملتقيات واللعب. فهي لا دلوقتي بدات الناس تستوعب اكتر, بدا التركيز يبقى اكتر, بدات الفكره نبص لبره ايه طب ونعمل زيهم, ناخد نفس الفكره. بدات والحاجه بتتنفذ بشكل كويس جدا وحلو جدا, بتشجع الواحد ان هو يكمل تمرين اللي هو, لا موجوده. فانا لا انا خلاص يعني 100% انا موجود في اللعبه دي, وانا عايز اوصل للي انا عايزه, لان في حاجات بدات تساعد معانا. ان شاء الله انتوا الاثنين توصلوا لاكثر بكتير من اللي انتوا عايزينه باذن الله. والبدايه يعني مبشره وواعده, وبتقول ان احنا فعلا قاعدين قدام بطلتين من بطلات النادي الاهلي. نورتونا وشرفتونا, وان شاء الله المزيد من النجاحات, وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب, شكرا جدا لحضرتك. شكرا. هنستاذن حضراتكم, هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل معاكم بقيه فقراتنا. اتفضل.